كان هذا هو العصر ديال النقاش، هو ان يعني الثقافه هي من احسن يعني وسائل ديال التنميه الاقتصاديه والتنميه المستدامه بصفه عامه، حيث انها يعني عنصر مؤثر في الاقتصاد، وان لم يكن بشكل مباشر فقد يكون بشكل غير مباشر. الثقافه مرتبطه بتثمين يعني القدرات والامكانيات يعني البيئيه يعني الاقتصاديه السياحيه ديال المنطقه محدده، هي عامل ديال الترويج، وربما في يعني داخل الندوة في النقاش ديال الندوة وتيرت العديد من النماذج، انه كاين واحد المجموعه من المناطق يعني استفدت سياحيا واستفدت تنمويا بصفه عامه من اهتمامها او من تشجيعها بالمجال المجال الثقافي. كاينين مناطق اخرى اللي ربما انها اللي كتكون فيها واحد الثقافة محددة وواحد هذا اللي كتنسى يعني وطنيا، ويقدر تنسى حتى دوليا، لأنها ما عندهاش واحد الإشعاع ثقافة. هذا نموذج يعني بسيط لمدى تأثير الثقافة على التنمية بطبيعة الحال. ولذا يعني هذا الشيء تاريخيا حتى في الثقافة التقليدية، المواسم إلى غيرها، كانوا كيخلقوا واحد النهضة اقتصادية، الأعراس، الاحتفالات إلى غير ذلك. هذو كان عندهم واحد الطابع ثقافي موسمي إلى غير ذلك، فما بالك أنها إلى كانت خطط واستراتيجيات اللي كتجعل من الثقافة رافعة للتنمية، وأيضا رافعة للتنمية المستدامة، بحيث أنها ما كتكونش يعني تأثير غير حاليا، ولكن أيضا كتكون أيضا بالنسبة للأجيال السابقة. إذا مشينا غير القطاع السياحي، السائح الان راه ما كيجيش باش يشوف غير المناظر الطبيعيه الى غير ذلك، كيبغي يشوف الثقافه، كيبغي يشوف التراث، كيبغي يشوف يعني في جميع يعني البعد ديالو ديال التنوع والتعدد الى 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 غير ذلك. هذا فيما يخص الى هضرنا غير على مستوى المناطق، اما الى عممناها للمجتمع ككل او الدوله ككل، المملكه المغربيه فهي دوله ديال التعدديه الثقافيه اللي شعارها هو الوحدة داخل التعدد، ولكن هذا العنصر ديال التعددية راه هو غنى، هو غنى ديال الثقافة العربية، الأندلسية، الأمازيغية، العبرية، الحسانية، الإفريقية إلى غير ذلك. وهذه الثقافة أو هذه التعددية الثقافية معبر عنها في ديزوفر، في أعمال ثقافية محددة، سواء أبدعها مبدعون أفراد أو كانت تراثا شعبيا ماديا أو غير مادي. هذه المسائل ينبغي كما كنقول تثمينها، لأنها رافعة ومحرك الاقتصاد. نقدر نقول لك هو أنه لحد الساعة كاين وعي بهذا الموضوع، ربما إلى لاحظتي النقاش اللي تطرح داخل القاعة، أن بدأت الناس كتحيد ذاك المنطق ديال الثقافة يعني كمجال غير نافع إلى غير ذلك، ولا الناس كتهب تفهم الأهمية ديال المجال الثقافي، وبطبيعة الحال ماشي غير ناس مواطنين ولكن أيضا تفاعلين سياسيين. ربما ما يعيق تحويل هذا الفهم، كذلك كنهضروا على المبادئ الدستوريه، ان الدستور غني بمواد كتهضر على هذا الموضوع. الاشكال الان انه كاين تقدم في هذا الوعي وهذا مهم، كاين بوادر ديال يعني الاهتمام بالثقافه، منها المكانه ديالها في النموذج التنموي الجديد، وايضا المبادرات الكبرى ديال الدوله بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني كاين اعمال ثقافيه مهمه. المغرب ولا قوه ثقافية يعني مؤثرة، مهرجانات كبيرة إلى غير ذلك، آثار ثقافية إلى غير ذلك، الفنانين المغاربة ولا عندهم سيطرة، كانت صعوبة يعني أنه الفن المغربي يكون عنده تأثير في شحال هذه. دونك الفن بجميع التلوينات ديالو التعددية ديالو. الإشكال الآن هو كيف ينبغي استثمار أمثل لهذا البوتنسيال كولتوري اللي عند المغرب كقوة ثقافية. وهنا كندوزو لواحد الشق اخر، ماشي شق ديال الانتاج الثقافي، ماشي شق ديال الاراده السياسيه، هو الشق الهيكلي.
يعني مرتبط بالقوانين والمتأطيرات إلى غير ذلك، وتنوع أشكال الدعم والتعزيز ديال الثقافة إلى غير ذلك. هنا غنوليو مجال آخر ديال الهندسة الثقافية، ديال الإدارة الثقافية، ديال الاستراتيجية الثقافية أيضا، اللي تيخص أن نقولوا أن الجامعة المغربية خصها تهتم به، تهتم بهذ المجالات يعني في جميع التخصصات المتهم من ناحية السوسيولوجيا، من ناحية العلوم الاقتصادية، العلوم القانونية إلى غير ذلك، باش يكون نادي استراتيجي ديال الثقافة، مدبرين ديال الشأن الثقافي، ولا في التسيير ولا يعني في الفلسفة ديال الثقافة، ولا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب القانوني ولا في الجانب الفكري إلى غير ذلك. هذا هو التقني، مشكل تقني أكثر ما هو مشكل منتج. نعم. ما يخص هذا السؤال ديال الموروث الثقافي في المغرب، هو سؤال، هو قضية مركبة وجد معقدة، لأنه هذا الموروث هو كبير، يمكن يكون موروث معماري، موروث فكري، موروث ديال المخطوط، موروث ديال الألبسة، الموسيقى إلى غيره، هو متعدد على مستوى التراب الوطني، ومتعدد لأنه مرتبط أيضا بالجهات. الجهات اللي فيها إثنيات ثقافية، سوسيو مهنية إلى غير ذلك، فكان بأن كل منطقة خصت تخلق واحد المركز يعني بالتراث المحلي ديال المنطقة، مثلا بحال إيموزار كندر خص يكون عندها مركز ديال التراث ديال المنطقة، التراث الموسيقي الشفاهي ديال الطبوريضة، ديال بزاف ديال الحوايج اللي يقدر أنه يصنفها ويوثقها ويحميها، باش تقدر انها تكون نافذه ماشي فقط هي للساحل الاجنبي، ولكن ايضا حتى للمواطن، حتى المواطن المغربي او الساكنه المحليه، لانه هذا التراث طبعا كاين اهتمام ديال الدوله من اعلى سلطه في الاهتمام بالتراث، خلق وزاره الثقافه خلقت ما يسمى بالعلامه المتميزه في التراث، ولكن هذا التراث كبير، خصو فيه الباحثين، خصو فيه المنتخبين، المؤسسات المدنيه، المثقفين، المفكرين، ذوي النيات الحسنه في حمايه التراث، خص هذه كلها، لان التراث ماشي ديال جهه، التراث هو ديالنا كاملين، خص كل شيء يساهم في الحفاظ عليه والتنميه ديالو. كيفاش نحميو التراث ديالنا من التطاول ديال بعض الايادي الخارجيه؟ الا خدينا المثال تطاول الجزائر على الزليج، تطاولها على القفطان المغربي، تطاولها على الكسكس دابا اللي تسجل في اليونسكو بان مغاربي، ان المغرب تيقول ان عنده احقيه فيها هذه الاكله هذه الى اخره. اظن بانه المغرب هذه راه بدا تقريبا واحد 10 سنوات، هو انه وعى بان اهميه التراث الوطني، اولا التسجيل ديالو وطنيا، خص التصنيف ديالو والتسجيل ديالو وطنيا، وبدات فيه وزاره الثقافه من ناحيه التصنيف هذا التراث سواء المادي او اللامادي، طبعا كتصنفوا وكتقدموا لليونسكو كمنظمه دولية تعنى بالثقافة والفنون، وراء تصنفات واحد المجموعة بدأت تحمات سواء الملحون الأندلسي، الطبوريضة، واحد المجموعة ديال 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 المصنفات التاريخية والأثرية والتراثية بالمغرب، ولكن هذه تيخصو أيضا تشريعات وطنية سنحميها أيضا على المستوى الوطني، باش نقدروا نترفعوا فيه على المستوى الدولي، ويكون تكون أنه فيه تشريعات دولية كتعترف بأنه أحقية المغرب في امتلاكه لهذا التراث الوطني الضارب في التاريخ وفي الحضاره وفي الثقافه. طبعا انا على حسب المداخله اللي قلت بان كاين اربعه العناصر الاساسيه في تحديث المجتمع. اي مجتمع كيف ما بغى يكون، فيه الاقتصاد اللي فيه تيخلق الثروه، تيخلق المنافع، تيخلق فرص الشغل، فيه البيئه، اقتصاد البيئه، الحمايه الطبيعيه ديال الموارد المائيه والبحريه والجبليه، فيه المنظومة الاجتماعية ما يسمى دولة الرعاية الاجتماعية، بأن المواطن تيرقى راسو أنه في بلد كيحمي، وفي أيضا العنصر الثقافي. أظن بأن الثقافة اليوم الدولة بدأت كتوعى، الدولة والمؤسسة ديالها بدأت كتوعى بأن الثقافة ركن من أركان التنمية، فيها التثقيف، فيها التوعية، فيها تكوين المواطن الصالح، فيها إشاعة الحقوق الثقافية والفكرية والفنية على مستوى جهات المملكة، بأن اليوم احنا طبعا باقي متعطرين، ولكن احنا في بدايه وضع استراتيجيات ثقافيه وفنيه على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.